نحن التقينا امبارح خلصنا سوا تقريبا 11 بالليل. انت نمت شوي انا نمت شوي وقلت حبيتك، قلت عبالي نرجع نلتقى، عبالي نرجع نلتقى بكانال تنستعرف شو هو كانال. انا تعلمت كثير، تعلمت انه ببلد ما بيعرف الكرواسون بتعلمه كرواسون ما بتعمل مثله، تعلمت انه ببلد ما بيعرف فرنش بيستري مزبوط بتعلمه فرنش بيستري وما بت and you don't adapt. وهيدا الشيء تشالنج اذا بدك صار لي 3 4 سنين 5 سنين ببرم عليه وبقول للعالم كله سوا خلينا نطعميهم لبناني ما نغير مثل ما هن بدهم، خلي اللبناني لبناني والشاورما شاورما والحمص وحمص. فترجع لعندك، انت جيت من فرنسا وقلت لهم للامريكان، قلت لهم لديترويت، قلت لهم لميشيغان بدنا ناكل فرنساوي. I won't adapt to you. This is what it is. قديش كانت صعبة وكيف اجت الفكرة وقديش كانت تشالنج؟ كم كف اكلتها كفيت؟ very hard. كتير صعبة. انه اول فترة قلك على درجة انه مرة كنت بالمحل اجت الزبونة جايبت لي الكواسون وعم ترجع لي اياها. عم دقت لي انه هيدي محروقة. سو كنت اول ما فاتح صار 6 شهور تقريبا وبدي اقول لها انه هيدي مش محروقة بس ما فيني الا الزبون انه هو غلط. سو رجعت لورا صرت ابكي انه كيف بدي اقول لها انه محروقه، رجعت لها مصرياتها وكنت انا بحس باكثر شيء حاجه لانه اخذ هالمصاري لانه كنت ام نوت ميكين ات ان ذا بيجينينج. سو بس بعدين فكرت قلت كيف بدي اقول للناس انه هيدي هيك لازم تكون. سو ات واز فيري هارد ان ذا بيجينينج. بعدين قلت يو نو وات، خليني ضلني عم ماشي مثل ما انا والعالم بس تبلش تدوق وترجع بتضل بلش عمر هيك البزنس تبعي والحمد لله ات وركت اوت. مهم تكون مقتنع باللي عم تبيعه. Exactly. مهم تكون انت مقتنع. This is how it is. Google it. This is how it is. لدرجه مره عدة مرات بيجي زبون لعندي وبيقول لي انه بدي كيك ذا امريكان ستايل كيك اور ذا لبنيز هاي ستايل كيك. I actually tell them you can go here, there's Kroger or supermarket. I tell them where to go and get it. I tell them I'm not gonna do it. أنا it's an insult for me لأعمل كيك أعلى من 3 inches. إذا بيعرف الماستر شيف اللي درست عنده إنه عم بعمل أكثر من 2 يمكن بيجي لهون بيخنقني إنه كيف عم تعمل كيك أعلى من 3 inches. So إنه it's kind of a pride موجودة جواتي، بحس بالجلت إذا بعمل شيء تاني، بحس إنه ما عم بعمل لازم أعمله. مات في شبيب الجديدة بهالعالم الصعب يلي كل العالم راح ديجيتال واتساب AI اتسترا، بس فيها الشباب يلي بيحب البيستري بيحب يفوت على المطبخ بيحب يكون شيف. يمكن لبنان منه سايعه بس عباله يظهر وبيخاف وبيقول would I make it around the world can I make it out. انت من عمر 17 سنة عم تشتغل عم تتعب and you made it in the states. صعبة الى secrets how can I do it. Oh I mean definitely صعبة، ما في شيء هين بالحياة anyway. بس هي the point اللي أنا بعطول بتطلع فيها وبقول إنه إذا بتمرق بالمرحلة اللي بتوصل لأنك to give up وإنك تبكي وبتمرق فيها this is when you start being successful. So it's gonna happen a lot. بدك تضلك تبكي وتزعل وتتضايق وما يكون معك مصاري تدفع رنت، ما يكون معك مصاري بس don't give up and keep going especially if you believe in what you do. Yeah. No cutting corners. بدك تفتح محل تستعمل the best ingredients. ما في مزح. Absolutely. Rule number one of success. Absolutely. Ingredient. So technically, experience, technique, ingredient and love. So. طب قلنا على المكونات اللي شفتهم عندك بتجيب غراضك من فرنسا. Yes. تقريبا 80 ل 90% كل الingredient بجيبها من فرنسا. عندي imported company بيجيبوا لي كل الزبدة الشوكولا whatever يعني كل الأغراض بيجيبوا لي إياها. الأشياء اللي بستعملها من ديترويت هي الفواكه، في طحين معمول بديترويت is very good actually. So you know from this point you just have to you know work with the ingredients. Yeah. تعرف 9 out of 10 مش عم جيملك بس 9 out of 10 كرواسون بتكلهم بالعالم أنا بكلهم بالعالم معلكين معجنين طعمة المارجرين بتقتل and cheap. هل أتصعب واحد يعمل كرواسون طيب مثل هيدا؟ Oh it's not hard. You just need to love what you do and margarine is out of the question. يعني you cannot make croissant out of margarine. So butter is the you know the straight go to the just do it right. يعني just do it right. Yeah. فينا نقول the rule of success is طعمي ولادك اللي بتطعمي للناس. Exactly. Yeah.
وضميرك يعني. So it's just like إذا بتحس إنه هالشي هو المزبوط ما تفكر، فكر أول شيء بالكواليتي، السكسس والمصاري تجي بعدين، بس إذا بتفكر بالمصاري you will go down later on. امبارح حكينا كتير بمحلات قلت لي هاي أنا اخترعتها، هاي أنا اخترعتها، هاي دي هاي الرسات أنا عملتها etc. How do you get the inspiration؟ اسم الله عليك، بتنام 4 الصبح، بتوع 8 الصبح، 4 ساعات بالنهار. I can't. طب أيمتى عندك هالدقيقتين تقعد تقول I'm creating something new؟ بس حس حالي إنه I'm not creative anymore. بحس إنه I'm losing. This is where I stop thinking. فكر إنه the moment بصير معي هالشي بحس إنه ما بقى بتقدم. وعلى طول بحس إنه إذا بعمل هالشي بكون I left behind. So بكون ورا العالم كله. لدرجة إنه كل 6 month أنا بدفع مصاري ل consultant بيجي من فرنسا، بيجي بعيش عندي جمعتين لحتى يقول لي شو بيصير بالعالم من ingredients لكواليتي ومن المدرسة اللي أنا خرجت فيها من الأكاديمية دو فرساي. بيجوا لعندي بيقعدوا معي جمعتين to you know educate me about new stuff، يعلموني على أشياء جديدة لحتى keep going and it's like continue education. So يعني بين اللي دقنيهم أول نهار واللي دقتهم مبارح واللي رح دقهم اليوم، فيني خبركم انه عن جد ولا غلطه، ما في ولا وحده قلتها من عبالي خبروا انه في حسنا شوي. امبارح شفنا البيت كيف عم بيتحضر، امبارح شفنا الكراسون كيف عم بيتحضر، كيف يوصل لهون على المحل، eggs bacon anything you want. فهيك رح نبلش نهارنا، نتروق، نتعلم. ديترويت، ديربورن، ميشيغان، دي 3 اوفيشلي، دي 8 يو اس اي. بيبلش هلا بعد عم بيقرش من امبارح أو من اليوم الصبح، خلينا نقول eggs bacon. طلعوا الاير بابل شو حلوين، مش معقول شو حلوين. هيدا بده كاسة لبنة وزيت زيتون على جنب وتحطها هيك. واو، I love it عن جد. And bacon quality is amazing. من وقت ما وصلنا شفنا ترين بيقطع حول المدينة. It's a one way train اسمه Detroit People Mover. بعتقد شوي بيخلينا نشوف المدينة كلها سوا و downtown مثل ال hop on hop off bus. So why not do it؟ معنا ساعة بريك رح نعمله. ما في غيرنا، نحن وحدنا. ففعلا عن جد هلا مزبوط بينقل الناس من محل لمحل، بس فيكون ديسكفري تريب فيكم تاخدوها ب 75 سنت. يا بلاش يا بلاش، يلا انجوي ذا رايد. شو حلوة الفكرة، شو حلوة الفكرة. نقلنا من الورانة على دمينة بس نصور من قدام. شو حلوة الفكرة إذا كل مدينة عندها هيك شيء كهرباء، كهرباء وبيمرم حول المدينة على العالي مش على الواطي. تتخيلوا بيروت فيها واحد مثل هيدا قديش بيعمو بيخفف عجقة؟ ما بدها شيء ولا أهل من هيك.
واو وات ا مارفلس بليس او ماي جاد. Salam, my name is Zane Mackey. I'm the executive chef at The Great Commoner and Brome Modern Eatery. We started this venture here right across the street at Brome Modern Eatery back in 2015. And about 5 years later, we had inspirations to open up a brunch concept right in the heart of downtown Dearborn, and we opened up The Great Commoner. So when we started in 2015, we wanted to bring in a fresh, casual atmosphere to downtown Dearborn. And we figured burgers were a good fit for that. We wanted to bring in like a health conscious effort to bring in, you know, healthier options for burgers, something more gourmet and focus more on like composed salads. We also brought in a juice bar in there with juices, acai bowls, smoothies, and really focusing on the ingredients inside. So superfoods were an emphasis inside of those. We don't want to put any fillers or, you know, refined sugars in there. So we focus on like the honeys and just the natural sugars and stuff like that. And then after that, we had a really big itch for brunch and like a Mediterranean feel cafe. As we were transitioning over to the new concept at The Great Commoner, we just had a strong ambition to do Mediterranean inspired brunch and dinner at The Great Commoner here. We had a great opportunity to open up right at the historic Wagner Building Hotel, and we revamped this whole place. Took us a lot of time to put it together, but we're so happy with the end result, and we got this establishment here to showcase for the beautiful community that we have. So at The Great Commoner, we have multiple sections. We have a grab-and-go area right at the other side of this wall over here. We're soon going to launch a grab-and-go meals. We'll have like pre-made food prepped items. We're going to have sandwiches, different kinds of salads, a bunch of different types of beverages as well. We're going to bring in the juices that are at Brome and feature them here in bottles as well. Right across of that, we're partnered with Canel for the street. They do a bunch of arrangements of different types of pastries, croissants, baked goods. They offer really good quality stuff for us to help showcase in this restaurant. And then we also feature a large brunch menu. We serve lunch as well with that, and we have a dinner menu that we serve on the weekends. It's just a combination of so many different types of foods and adventures that you can come and have here at The Great Commoner. Impressive. جاي اشرب قهوه. جاي بس اشرب قهوه. بس ما كنت عارف هالقد كبير، هالقد مهم، هالقد عظيم، هالقد المطبخ كبير، وبلشت بنعرف هيدا بنعرف هيدا بنعرف هيدا. هلا بعرفكم على الشيف جوا، الاكزيكتيف خبرنا على المحل، الديكور ديزاين بيرفكت، سالت مين الاركيتكت لبناني كمان اوليفر نصر الله، بقول له برافو من قلبي. Wow, simplicity, class, finesse, old and new combined. Nice colors, nice shapes, nice lighting. Spot on. Next, is a barra at halo. Put al matbakh. Hi guys, Chef Haas here at The Great Commoner. I'm the chef de cuisine. I was referred to by my aunt in Australia, Amt Abir. How are you? Thank you for the great suggestion. We love you, and I'm gonna show them the right way to cook, just like you. تذكروا بتذكروا باستراليا بسيدني ابيز باتيز، بتتذكروا هيدا التراك اللي طعمتني برجرز العائله كلها، كانت اميزنج ستوب. بعد بخبرها، بعد بتذكرها هالقد، ابي بحبه كثير، فبتكون عمته. ليكوا العالم قديش صغير. انتبهتوا امبارح بالحلقه اللي قبلها، التقينا بخيو لمحفوظ من لبنان اند سو اون اند سو فورث. واو قديش لبنانيه كثار، بس انه كلنا مع بعض ومعرف بعضنا.
الجريك فتوش روستد بيت فينيجريت. It's like the fattoush and the Greek salad had a baby, pretty much. Fresh, fresh. Vibrant, colorful. لفتت لي نظري هيدي خبزه ساوردو عليها شو عليها فيلودو عليها طحينه عليها راسبيري جام وعليها بيستاشيو سوري فرشن سوري فرشن طحينه عملتها كتير طيبه بالنص بتجي بالنص بين سويتنس من تحت يعني عم تاكلوا طحينه ومربى and then فوق فليكي هالكريسبينس كلها سوا مثل كورن فليكس مع خبزة هيك طرية و ريفرشينج فود التاتش فروم ذا ميديترينيان مع احساس امريكاني شغلة تانية طلع هيدي شو حلو فاتت على الفرن دابت الجبنة المخبية تحت وعليها بيضة اعتقد رح جيب لها شوكة سكين طلعوا عمل اومليت جو تشيز spinach it's indeed very good food comforting food يعني اكل خفيف ونظيف قريب على القلب مكونات حلوه من عنا mediterranean diet oh this is good this is again this is good كثير طيب الجبنه جوا الاسيديتي تبعها عظيمه والطريقة اللي بيعملوا فيها البيض ما بينشفون وانتو اكيد رح تنبسطوا بهاي الشكشوكة اخذت ساعات من الشغل هيك مع البيضة اللي حدها and enjoy the real شكشوكة مع بصل وثوم مع ذوقكم ما خلصنا بعد؟ ما اكلتها على انستغرام؟ اه اوكي طب طيب كتير لدرجة لازم خبركم عنها تارتار طيب لدرجة مع البيتروس اللي بتعطيها سويتنس انه هيدا برجع كرماله بليز ارجعوا اطلبوه هيدا برجع كرماله وبعتقد best for last هو هيدا حلوم chunks dates بيستاشيو دوكا oranges مع بعضهم كلهم it is outstanding very good food mediterranean style very good food قعدة حلوة موسيقى كتير حلوة الديكور روعة القهوة طيبة الجو fresh positive محل كتير كبير I recommend it all the way all the way Welcome to Brome. We are a fresh casual concept in the heart of downtown Dearborn. We offer burgers, salads, shakes, smoothies, acai bowls, and juices. So what makes our burger special is that we prepare everything house-made and scratch every single morning. Our buns get delivered to us from Canal Bakery, and we try to make sure that those are delivered to us on a daily basis to ensure the nice soft texture that our buns offer. Our patties are ground and prepared with a black Angus meat. And they are honestly one of the best quality burgers you could find out there. And then our house-made sauces and dressings that we accompany with, you know, obviously our salads, but with our burgers and our toppings are scratch-made every single morning. My name is Jed. I'm from Lebanon. But I don't speak Arabic. يعني you know
فيني احكي شوية. انا امي من بنت جبال وبي من عايزة. اجوا لامريكا like 30 years ago. صاروا هون زمان. انا I was born here. بس رحت على لبنان شي مرة مرتين. It wasn't that nice يعني. No, I'm just kidding. والله I loved it. والله I loved it. I loved it a lot. Yeah, I mean, هسا هن بلبنان. هسا هن رح يشوفوها ايه. واو رح كون بالواتساب رح كون على كل شيء. Sweet potato, my favorite. Pack mayonnaise and enjoy. And on sweet potato pops. Oh, this is good. Sweet potato puffs. Ma sweet mayo. What do you mean? Was it Sheila Hall? Wait. ربيع يا ربيع. Hello. كل ما تقول لحدا بدك تروح مشوار بدك نص ساعة تلت ربع ساعة. ناس بتفكر انه امريكا. انه امريكا وينكن؟ بتلاقونا بنيويورك. يعني رح نسوق بكرة 9 ساعات على واشنطن. بس تعرفوا المسافات. ربيع what's next؟ بتعرف speaking of the distance امبارح حدا يجيك مسج على انستغرام شو بيقول؟ هاي انتي نحن بهالمنطقة الفلانية we're only 2 hours away from you. انا انه 2 hours روحة 2 hours رجعة ساعة ونص عند الجماعة هاي 6 ساعات رح نقعد day is gone بس it's okay انتي فيك تجي لعنا ونسلم عليك شو عم بيصير؟ عم بيصير كثير اشياء ديربون بتعقد وعم نكتشف كثير عالم good things good food passionate stories lovely stuff سؤال وين رايحين؟ Oh, okay, sorry. We're going. رايحين لعند ملك. ملك does homemade cakes or Arabic desserts. She wants you to try them. Hopefully you'll like them. And بعد الدور عنا بوزة عربية. فتحت علينا أبواب يا ربيع. إنه إذا رحنا على بيت حدا يعني بدنا نروح على بيوت كل الناس. شو بدنا نخبرهم إنه بدنا نحضر فيديو بكرة؟ طب عم نجرب بس أكيد فينا نخبرهم ونطمنهم إنه راجعين بجانيوري. وهوفلي وي ويل كفر از ماتش از بوسيبل ولكل الناس اللي عم بيحضرونا وعم بيتابعونا وعم بيتابعوك يا انطوني لازم يعرفوا انه وي ار هير تو سبورت يو اول قد ما فينا نقسم هالنهار شقف فينا بس وي ويل تراي اور بيست وان شاء الله اذا مش هلا بجانيوري مسج اس اند وي ويل سي يو ان ذا عزمنا بجانيوري يس او ماي جودنس ربيع ثانك يو انذر مانث وذ مي اوبس أهلا وسهلا ببيتي. Welcome to my house. I'm in Canton, Michigan.
I bake cheesecakes. I started baking cheesecakes during the pandemic. I had nothing to do with it before, but everybody started baking during the pandemic. I started making my own recipes. I just started this business for a year now. I've been in business for a year. Every month, 2 months, I come up with new recipes, new flavors. My biggest sellers are Lekneafa cheesecake. Everybody loves Lekneafa. I have the blueberry, strawberry. My new recipe is the espresso cheesecake. Everybody's loving it. I do baklawa cheesecake, the New York regular style cheesecake. What else do I do? And the white chocolate raspberry and the a lot of flavors. You can find them on my page. Anybody that wants to order, you can contact me on my page, my Instagram page, Love Cheesecake by Malak. You can DM me or you can call me on my phone. Usually it's pickup only. I have some delivery options sometimes because I have a big customer base in Dearborn Heights. So we try to deliver there every few weeks. We pick a day. I post on my page that I'm delivering there because mostly they don't want to drive all the way here. But most of the time it's pickup. I ask for 2-3 days notice at least. But sometimes on the weekend I book fast. So the sooner you order, the better. Nice. Looks very nice. Ta-da-da-da. Moment of truth. And do a cheesecake. And it's good. بتعرفوا أصعب شغلة أنكم تكونوا ببيت حدا بتكون دوق الكيك وأنا جاي على الطريق عم بقول شو عملت فيه يا ربيع؟ طب وإذا مش طيبين شو بقلها المرة؟ طلعوا طيبين، طلعوا حلوين، طلعوا طيبين، طلع الديسبلاي تبعهم حلو، طلعوا كرمة، طلعوا امريكان ستايل ريل تشيز كيك فريش ستروبريز فيري جود كريمي تشيز نايس كرانش. بلش بالاول، واتس نيكست؟ حلوة very nicely creamy كتير طيبة طعم الشوكولا بقلبه and then crunchy biscuit من تحت واو الستروبري طيب بس هذا بعد أطيب Habib Albi Anthony, we're doing a landscaping for your event tomorrow. Look at this. I get everybody here ready and situated just to make it happen. You deserve it. We are ready. نحن جينا تنشق على الفنيو على بيبلوس بانكويت وجينا تنشوف بكره كيف نحضر لكم القعده. بتعرفوا حطينا RSVP صار ريدت تقريبا 200-220 وبعتقد رح يكونوا اكثر بكثير بس ما تعطلوا هم في محل كفاية وجو صديقنا رح يهتم فينا كتير نيبلز بايتس كوبل اوف سوفت درينكس وان الله راد رح نجتمع رح نضحك رح نتسلى رح ناخد صور فويتينج فور يو تومورو ثانك يو سو ماتش اجين بكره بسألك امتى بلشت شو بتعمل وكل هالتفاصيل بس فيني اقول لك امبرسيف بتشرف بوجودك جو امبرسيف ثانك يو 750 شخص بيقعد مرتاح بسقف عالي بأضوية ولا وحده محروقه ب
لا جنون. يلا تومورو. بالنسبة للأكل هون عم بتحضر كل شيء. شيف أنا بمطبخك، أنت مش هون، بكرة ملتقى. طلعوا نظافة، طلعوا الضوء قديش حلو. مطبخ بيقدر يخدم 750 شخص قاعدين مع بعضهم. بكرة رح ناكل شوية أشياء من هون، وطلعوا قدام بينة كبيرة من أقصى الطرف للآخر. والله great great gathering. Dearborn again, thank you so much. Dearborn بتعقدوا. Thank you for the love, for the support. Unexpected قديش ناس عبالة نلتقى بكرة. يلا أنا عملتوا ريزرفيشن أو ما عملتوا ريزرفيشن، نحنا ناطرينكم. القصة مثل ما هي، عرفونا على جو، دقينا لجو، جو قالنا أهلا وسهلا وفتحنا كل بواب هيدا الفنيو. فثانك يو سو ماتش، ثانك يو جو، ثانك يو بيبلوس، اند ثانك يو اول فور كامينج تومورو. بتعقد ديربورن عن جد، مش معقول شو بدي اقلكن. قد سمعت اشياء، قد منيحه عاطله، قد خبروني اكل شو بدك تشوفه وخلاص. ما فيني خبركن من احلى السفرات، من احلى الزيارات، من احلى الناس، من اطيب العالم، من احسن استقبال. وللكومنتس اللي عم شوفهم يمين شمال على انستغرام، انه ما في اكل طيب، ما في اكل طيب، بلا في اكل طيب. ويلي ما بيعجبه مش ضروري يحط نيجاتيفيتي اونلاين. لو شوي بنوقف مع بعضنا، لو شوي بنسند بعضنا، لو شوي بندعم بعضنا. يلي شايف شيء غلط يقول، يروح يصلح بدل ما يكب سام اونلاين. فنحن هون كرمال ندعم بعضنا، نوقف بعضنا، نشد على بعضنا ونوقف مع بعضنا تنقدر نكبر مع بعضنا ونكبر اسرع بكثير. ففيني اخبركم سفره رائعه، بعد في منا بس يومين للأسف، بس بوعدكم أنه رجعين لأنه بتستاهل أسابيع وأسابيع تنغطيها كلها سوا ونفرج العالم وأمريكا كلها سوا كيف ساعة الكوميونيتي بتوقف مع بعضها. It can achieve big. What's next؟ من يومين ما توفقنا وأكلنا بيتزا ولا بد، بس قالوا لنا الشبيب اللبناني عن سيسيليز بيعملوا بيتزا غير شكل. فيتين نتعرف على علي. أهلا وسهلا. أهلا فيك علي. بيدون من لبنان، بيعمل بيتزا بأمريكا، اللي هون 25 سنة بهذا المحل زيته. بس داينين روم، نحنا قلنا عنا داينين روم 10 سنين بس، عفوا سنة. من 5-6 سنين بلشنا نغير الكونسبت تبعنا. كنا بس مثل ما بنقول نحن بلبنان تيك اواي وديليفري، بس عودنا قلنا لا، نحن بدنا الناس يجي لعنا هون so they can experience the product هون عنا بالمحل. عمرنا هي الغرفة الصغيرة هيك المتواضعة، الحمد لله عنا كتير ناس عم يزورونا وكتير مبسوطين. كنت اشتغل شيء تاني وما كانش قلبي فيه، وصحت لي هيدي الفرصة هون بديترويت. لما جيت لهون كانت المنطقة شوي شيكي يعني، مش كتير بس هلا الحمد لله كتير ديترويت قطعت اميال كتير لقدام. وشاب صغير يونج مان عنده فرصه، سو اي توك ذا اوبورتونيتي. اي هاد نو ايديا وات بيتزا از، ما كانش عندي فكره بالمره. ولما سلمت المحل شي 6 اشهر اشتغلت مع الناس اللي اخذت منهم المحل هون، كمان كانوا لبنانيه هون. ومنطقه كتير حلوه هون اسمها مكسيكان تاون، في كتير لاتينوز هير، لاتينو، وايتس، افريكان امريكان، ميدلي، كل الدنيا هون عايشه بالمنطقه. بس نحن كنا كثير نعمل دليفري وكاري اوت، نفتح ساعات متاخره. بعدين مع الوقت بتعرف شوي بيتعب الواحد، بتخف همته، سو بجرب يعمل ريفايننج للكونسبت. عملنا ريفايننج انه يو نو نحن عندنا الحمد لله مميز البرودكت، نعمل ساور دو، نعمل فيري سمبل باي، باي يعني بيتزا. حبينا الناس يجي لعنا هون لانه من خبرتك بتعرف انت لما البيتزا بالباكس غير لما البيتزا على الطاوله، مثل اي شيء تاني بتعبى بالكيس او بالباكس. فنحن بنطلب من الكل اللي بيطلبوا كاري اوت تكونوا كثير متسامحين ما بيجيبوا كاري اوت، انه الاكل السخن بيعمل ستيم و اتس نوت ذا سيم كواليتي. يعني ما يكون ناس كثير قاسيه على اللي بيشتغلوا مثلنا، نحن يكونوا شوي رحومين علينا بس مش اكثر من هيك. نحن وات وي ريلي تيك برايد اوف، يعني بنشوف حالنا فيها انه ان ساوردو.
سوردو يعني اللي بيعرف سوردو بيعرف سوردو، ما بيعرف هو مثل ما كانوا أهلنا يعجنوا بالبلاد، هي زيت العجينة ما فيها خميرة صناعية، من زيتها هي بتخمر حالها. ونحن عندنا فيرمنت يعني خمير 3 أيام، تخمر 3 أيام very slow fermentation. So the flavor تبع القمح والطحين it comes out بيبين كتير، مش سريع، مش من العجينة للشغل. So بعدين بنستعمل whole tomato that we crush، مش صوص. الناس متعود تقول لنا صوص بس نحن بنستعمل tomato. Actually it's just a tomato very simple. لحدا بده يتعلم أهلا وسهلا، بس شوية salt and pepper، ما فيها شيء tomato. ومنجرب قد ما فينا نجيب الناس اللي بيجوا لعنا على البساطة، على simplicity تبع البيتزا. ما بدناش إياها تكون معقدة، يعني heavy كتير cheese أو كتير sauce أو كتير topping أو كتير لحمة. لا، نحن بدنا إياهم يتعودوا يأكلوا مارغريتا، plain pie يعني cheese pie أو bread، أو مثلا tomato pie اللي هي بس tomato وشوية برمجان عليها هيك شوي. يعني بدنا الناس تاكل البيتزا اللي تستعمل تستطعم بالكراست اللي هو الكراست العجينه، وتستطعم بالتوميتو، وتستطعم بالجود موتزاريلا اذا هي فريش اور ايجد موتزاريلا. سو نحن بدنا اياهم تو بيك ذا فليفر، ما يكونش كتير يعني يضيعوا باللايرز الصوصز والبيبروني والصوصز، يو نو هن فيهم كتير مرات. بس وي ستيل دو ات نحن طبعا اللي بيحب، بس نحن هذا اللي بيميزنا انه وي تراي ذا سمبلسيتي سمبل باي. بعدين الطحين عندنا از نوت بروميتد، يعني ام نوت شور اذا انت فاميلي وذ بروميت. الحمد لله يعني بامريكا بعده، بس بريت امريكا عم يخف كثير. هو كيميكال بيزيدوه على الطحين بعض الناس ليصير طحين قوي، سو يو كان جيت ذات سوبر اكسترا كريسب اور ذا بيتزا. نحن هيدا بتعنيناش كثير، بتعنينا الهيلثي اسبيكت انه تكون ايزي تو دايجست كمان لأهلنا بلبنان، يعني تكون سهلة على الهضم، ما تكونش كتير very low protein flour very easy to adjust بتاكل. وإذا بتحب تاكل أكثر 2 slices or 3 slices مش رح تنيمك البيتزا. واو شو هالزلمة، رواق مرتاح مع حاله، كريم مبسوط، بدكم تتعلموا تعلمكم. الصلصة ما فيها توم، simple tomatoes، عجينته، واو إيش عن جد unexpected. هيتا نفوت على المطبخ ونشوف شو محضرين جوا. شاف ربيع نحن وياه لنا هون 23 years is like الخي الصغير، بتعلم منه كتير every day. The square ferments for a little bit longer and very high hydration، يعني كتير فيها مي. okay. العجين بحب المي، فكل ما كان في مي أكتر كل ما كان lighter. بعتقد انه نحن اقرب شيء للايست كوست، يعني هو الايست كوست اول شيء اشت البيتزا فيها على امريكا اللي هو نيو هيفن نيويورك، فاقرب شيء نحن لهيك. مش كتير قراب، حتى شوي بعاد عن ال اذا بتحب عن نيوبوليتان. وي ار نوت نيوبوليتان بيتزيريا، وي ار ان نو واي نيوبوليتان. إذا ماكل حضرتك أنت Northern Italian pizza we close to Northern higher hydration، يعني أكثر مي والcook time أطول، so it's crispier. Neapolitan هي short cook time و very high temperature، يعني 800 to 900 degrees 800-900 درجة. نحن أنا شخصيا ما بحب البيتزا اللي تكون سريعة، بحب slower longer cook لتكون crispy أكثر. This is something that's it's also a lot of people don't understand it, but again this goes with our philosophy انه less is better, always less is better. نحن كمان لبنانيه عندنا simple food، يعني نحن we're not
مش ما منبهر أكلنا نحنا. We're not supposed to use spices. We're supposed to use herbs. So هيدا it goes into this same concept. So we go just a little bit of parmesan. كمان إذا حدا بده يتعلم please تعلموا ما عندي مشكلة. A little bit of good oregano. شوية. Then for some very good Lebanese olive oil. من لبنان. احنا بنعمل شيء different بالمارغريتا انه بنحط لها شوية aged mozzarella. لانه هيدي is higher butter than this. So it gives you a little bit of buttery flavor. And this right here is a simple tomato, crushed tomato, salt and pepper. شو هالزلمة شو هالزلمة لك من وقتنا انا واقف برا حسيت رحبه من فتحة الباب من ضحكته من طاقته الايجابية مش معقولك شو هالزلمة واندن بلش يحكي عروي عن البزنس تبعه هو شو بيعمل كيف بيحط الجبنة على الطرف التوميتو صوص كيف بيعملها كيف اخترعها كيف عملها وبكل صراحة انا جيت بزنس ما بعرف بالاكل صرت اعرف شوي بالاكل ان سوبر باشنت بيجي على الشغل كل يوم وبيعمل حب طلع طلع لك ما لوقف بس طلعوا ما لوقف طلعوا الاير بابلز اللي بقلبه طلعوا وحسوا واضح قرشته اوه ماي جاد اوه ماي جاد من فوق هوا من تحت سوبر كريسبي enjoyably oily biscuit حرة وع التوميتو صوص بتعقد 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 لبناني برب التليان بس دقيقة رح نروح بعد أبعد رح فرجيكم هاي طلعوا قديش حلوة بليز خبروني قديش حلوة من كان الجبنة من كان التوميتوز من كان الفريش جرينز No, look at her, look at her. I'm impressed. Wait. جبنة, beetroot sauce, fresh greens, super generous, enjoyable, huge salad. That looks amazing. And definitely tastes amazing. Comfort food. Mediterranean diet, passion all the way, amazing flavors. عم باكل مثل كأنه صار لي يومين مش اكل. قد ما طيب. Crunch crunch. Oh my god. رجت للدنيا. هيديك اخوات هون اخذناها another level. فاتت البيتزا. نص فوتة على الفرن رجعت فاتت البيتزا فوتة كاملة على الفرن حطلها توميتو مرتين حطلها جبنة مرتين حطلها نوعين من الجبنة وبعدها وقفتها رائعة الجبنة رائعة بندورات بجننوا عجينة على التقلة بس نامت شوي بس بعدها وقفة بعدها محمصة اوف 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 اوف, أوف. اوه حس حالي رح احرق حالي صدقوني بليز بتصدقوني one of the best pizzas I've ever had بمنطقة عادية شعبية بسعر كتير منيح بلا فلسفة بمحل فعلا متواضع طعمي اوف انتو اكيد ما بتعرفوا فيه اذا كنتوا هون في كتير منكم كم سامع فيه
This is outstanding and definitely one of the highlights of the last 7 days. That much. فكرت انا خلصت. طلع لا. بدنا الاساس. بدنا البيتزا رقيقة. بدنا البيتزا رقيقة. كمان انتبهتوا. Simple ingredients. طلعوا ملا كسرة. Simple مكونات. ما في لحمة ما في شيء في بس بندورة وجبنة. والله بطل. والله بطل. لبناني. ملك لازم يفوت اورد وبيربح سمبل بقلبك كرتون مش مفلسفه وانا شو صار معي اليوم ما عم بقدر اوقف حقك طيبه وبعد بعد في بعد في خلصنا بيتزا 2 3 وبعد في وبعد قادر اكل وصلت شقفة خبزة خبزة ريحتها عطر ريحتها طبيعة ريحتها حنان طلعوا الاير بابلز اللي بقلبها طلعوا الهواء طلعوا الاحساس طلعوا اللمعة اسمعوا القرشة يا محلى مخديه اسمعون هيدا شو الزلمه وين مخبى وين مخبى تخلص قبل ما اقول له باي وفل بس بدي اقول لكم شغله بتبين نفسيه فتنا على كل محلات بداون تاون فتنا على كل محلات وين ما كان وحاطين نو بابليك ريستروم ما تفوتوا على الحمام مسكرين الباب مش مقوعه هون كاتب We're the only public restroom on the street. Welcome. Please keep it clean. شو هالزنمة؟ Highlight of the trip to date. Yep. هاي معرب نزل زيتون. Yay! Wow. What a man. عدنا ساعتين. Discussions, الحكي, التواضع, العلم بالحياة. Oh my God. إلى اللقاء. يا ريت فيني ارجع لعنده كل يوم. واو. نيكست شو صار بدها؟ صار بدها بوظه. انا اسمي ياسر حشوي. صار لي بامريكا سينس 1987. عملت اشياء كثير بحياتي من الشعر لكونستراكشن ل يو نيم ات. اخر شيء هلا عم نعمله هو الايس كريم. قبل الايس كريم كنت اكشلي كنت اعمل البسطرمه. كنت كمان هول سيل. صار الكوفيد بعت البزنس لماي بارتنر وبلشنا نعمل هلا الايس كريم سو الايس كريم هلا اتس ريتيل وبنفس الوقت هول سيل از الاشتر رول الايس كريم تاعيتي وات اي لاف اباوت ات الناس بحبوها كثير ماي كونسبت بكل المحل هو رجع الناس لما يقتل لما يروح على لبنان من الايس كريم للفود كوكتيل للكريب للترمسو لهالاشياء اللي صار لها زمان That's my concept. The ice cream تاعيتي شو special فيها؟ أول شغلة is it chewy. The ice cream roll بدك تاكلها بالأكشن بالشوكة مثل كأنك عم تاكل جبنة. وبنفس الوقت it's not too sweet مثل أي ice cream. كنت أكره لما أروح أكل ice cream والله فانيلا أما شوكولات أكل شوي صغيرة بتلاقي حالك أوف ما بقى فيك تاكلها. تاعيتي منا sweet سو بدلك تاكل فيها والكالوريز أوطى للناس اللي عم بيعملوا دايت بنبصوا لأنه بلاقوا الكالوريز واطي خصوصا بأمريكا بتعرف بيراقبوا كل شيء الكالوريز. وما بستعمل إلا كل شيء ناتشرال كل الإنجريدينتس إذا بعمل أفوكادو أي بلند أفوكادو إذا فريز أي بلند فريز ما بستعمل أي أرتيفيشال فليفر سو كل يوم برودكشن من بلش 9 الصبح للساعة 5 6 الله أعلم قديش عندي أوردرز بس إيفري سينجل داي أي تراي ماي بيست آخذ 1 داي بالجمعة إذا كان فينا والحمد لله بيجوا لي الناس من all over والله بيجوا لي من all over United States بكون جايين على vacation I have a phone box I have a dry ice من شان ياخذوها معهم اليوم جاي الزبون رايح على تكساس بده ياخذ اوردر وخصوصا بالويكند عندنا بتعرف كندا قريبه لنا سو بالويكند بيجوا الناس من كندا كمان بيجوا بياخذوا الايس كريم بياخذوها لاهلاتهم سو ذات ميكس مي فيري فيري هابي انه الناس مبسوطين وعم بتقولوا بسكر طلباتهم اللي هن بدهم اياها والحمد لله يعني البزنس از دوينج ريلي ريلي ويل
So the flavors اللي عندي هون إذا كنا فيني أتذكر فيهم I have 16 flavors at a time. I have over 30 flavors, but I can only put 16, so I rotate them. You can start from the normal chocolate, vanilla, strawberry, avocado, kiwi, raspberry, blueberry, strawberry, mango. The special here, the Ashdal ice cream roll. That's like my number one. That's what everybody comes لهيدي للأشتر رول. وبنفس الوقت الأشتر رول بعمل منه أشكال كتيرة. بعمل عندي الأشتر رول. بعدين من الأشتر رول صرنا نعملها هارد سكوب. من الهارد سكوب صرنا نعملها بقلب البقلاوة فوق الكنافة inside the cannoli. هلا last week بلشت أعملها inside the macaroon. And on and on and on. What can I do فيها للأشتر؟ أنتوني لخبرك عني. صار لي أكثر من 10 سنين بحضرك. أمتى ما أكون فاضي يعني بحط رأسي على النوم بحمل التليفون ساعة ونص عم بتفرج شو منزل جديد. من رحت على نيويورك لروحت على كاليفورنيا رحت على ميشيغان الحمد لله يعني كده أتمنى إنه أتقابل إنه بس إنه أتقابل معك إنه هاي أنتوني كيفك بلبنان إذا شفتك ما شفتك بس إنه تجي لعندي هون على المحل لما جالي التليفون كنت كتير كتير مبسوط. بهنيك عن جد لما ربحت ال شو اسمه من فرنسا انه you're the best blogger because والله you deserve it. It's not an easy job. I used to do photography. I know how long it takes لتعمل editing وتعمل وتقوم من الصبح الساعة 4 الصبح لا الله اعلم لاي ساعة لتنام. عن جد عن جد عن جد you deserve it. وشغلة اللي كمان كيف بيقولوا لما الله بيحب الشخص بيخلي الناس يحبوه. عندك هالشغلة اللي الناس يعني ما بيصدقوا يتسمعوا عليك ولأنك natural مثل بقوله you're not a fake يعني بتقول اللي بقلبك الضحكة مثل امبارح بتفرج عليك عم تاكل الهوت دوغ قشطة الصاص هون على بيتك ما رحت شلتها خليتها that's very sweet يعني هيدا بفرجي انه والله كل شيء عم بيجي من قلبك so والله I respect your work. Hi, my name is Nada Shatila. We are here at Shatila Bakery in Dearborn, Michigan, and we are the largest Mediterranean bakery in the United States, and we're very excited to have you here.
We do our own baklawa, our ice cream, maamoul, cakes in the French style, and anything else you can think of. Shatila began in 1979. My father, Riyad Shatila, started it. And he came here and basically was the first Mediterranean establishment in the United States. We have been operating for over 40 years. We have a large warehouse where we ship our baklawa and our hello worldwide. And we also have this bakery in Dearborn, a location in West Bloomfield, and a new location opening in Dearborn Heights. So we are open 7 days a week, 8 a.m. to 11 p.m. and midnight on the weekends. Our top sellers are our baklawa, of course, our maamoul cookies, our ice cream, and our cakes. اسمي حسن داغر، إلي 17 سنة عم بعمل شتيلة. I run the online and some of the wholesale. The online mainly عنا it's a huge department لنا. It's a click away. We ship on daily basis, 5 days a week. And عنا items that we ship overnight, عنا items that we ship ground around the holidays. عنا it's a whole different level of business ordering system. We operate mainly almost 18 hours a day just to fulfill all these orders that come in. أول 8 سنين من 17 سنة أنا هون اشتغلت مع مرحوم رياض. It's a great experience just to sit with him every day. بلش هو من هواية. هو كان عم يدرس بلندن biochemistry وكان يشتغل بالصمدة بلندن ومنها تعلم صار يجي لهون زيارات وبلش يشتغلها وصارت اللي صارت. هي بلشت هون كان في الفرع الثاني داون ذا ستريت رجعت كبرها شوي بعدين بلشت الاونلاين وهيدا المكان بالذات اللي نحن فيه it's almost like a pillar هون بديربورن عندك عندنا مرات we got tour buses بيجوا سواح 6 tour buses برا مرات بيجي 10 لحالهم بفوتوا try everything و يعني we're known countrywide even بلاتين امريكا بكندا we get emails and orders on daily basis من بريت عنا على السعودية طلبوا بقلاوة على الخليج على لبنان طلبوا كمان the products that we make it's not just بقلاوة it's premium products كان حريص هو all the products البستاشيو we import it from تركيا بينما ثلاث ارباع they get it from كاليفورنيا نحن from تركيا الكاشيوز اللي نستعملها من البرازيل we import it The orange blossom, the France we imported. معلومات ما حدا بيعرفها يعني. So he always wanted premium, and we kept that promise. The ice cream that we make, it's some of the most premium ice cream. We've won awards that we don't even. It's magazines approached us about these awards. They tested on their own, and then they gave us what we deserve. It's premium ice cream. All the products in there are premium. We have multiple flavors. Pistachio, ashta, coconut. My name is Batul Shatila. I'm the youngest of the three daughters. We've been taking over our father's business and legacy for the past 10 years. We've incorporated more of a modern take. We added vegan options. We've been shipping worldwide to places like Japan, Canada, and just passing on his legacy. We are opening a third location in Dearborn Heights. We've also expanded our customer base. We have wholesalers all the way up in Alberta. We have wholesalers in Costa Rica. So we're known worldwide by now for our premium quality baklawa. And we were featured in the Wall Street Journal as America's best baklawa. We were also part of the American Airlines menu now. So we're doing more business with more mainstream and larger companies. And we're excited to keep growing, inshallah, in memory of our dad's legacy and giving a modern take to things. العشاء اليوم عن محل اسمه تليانة. اليوم رح بيض لك وجهك مش مثل هديك اليوم. محل تليانة فتح جديد. Owned by a Lebanese businessman. You'll meet him, you'll like him. تفضل. My name is Nasser Baydund. I am a first generation Lebanese American here. My parents and I immigrated, my sister in 1969. So we were one of the first communities to come to Michigan.
I grew up in Dearborn. I finished my primary education here. Then I moved to California, where I went to school at the University of San Diego. I lived out there for 11 years. I moved back to Michigan. I ran the American Arab Chamber of Commerce for 6 years. I went to Qatar for 5 years. Two of them good, three of them not so good. They held me hostage for 2 years. And then came back here, worked, you know, started a couple of small businesses, a couple of restaurants. We started here with a restaurant called District 12, and then we moved it over to down the street to a better location. It's a chicken and burger place for younger kids and families. And then we decided that what we needed here in this area was a very fancy Italian restaurant, because there isn't one anywhere around. So just by coincidence, I met Hisham through a family friend, and he is a CIA educated chef, Culinary Institute of America. He is trained under one of the best chefs in the country, Jared, who owns a restaurant here called Oak and Reel. He worked at a Michelin star restaurant in New York. And then I have an executive chef, her name is Jillian. She also worked at a Michelin star restaurant, a two-star Michelin restaurant in New York. And they came to, we all came together, partnered up, and we wanted to create a restaurant in Michigan like no other, especially Italian food. The best Italian, and it's all halal. Last year, I announced that I was going to be running for U.S. Senate for the Democratic ticket in Michigan. I would be the first immigrant ever to achieve that position if I'm successful to represent our community in the U.S. Senate. There's only 100 senators, and you know, if anybody wants to find out more, they can go to www.nasserformi.com. Hello, so my name is Hisham Diaz. I am the chef here at Tiliani Restaurant in downtown Dearborn, and we are really excited to open up to the community because we think we have something that is very unique and that the community has been waiting for a long time. Here at Tiliani, we actually make all of our pastas fresh in-house. As you see, our rigatoni, you know, these shapes are all made in-house. In our pasta extruder, we use scratch-made ingredients. We also pride ourselves on farm-to-table eating. The essence of Italian food is local ingredients. So if you go to Milan or if you go to Rome, the cuisine is going to be different, and it just depends on what is growing locally to that region. And we think we're lucky here in Michigan because we have so many farms and so many farmers around us that are willing to work with us and grow amazing vegetables. So we go the route of going to the Eastern Market. We work with Slow Organic Farm. We work with a lot of local purveyors for our honey and coffee and all these things that we are super excited to showcase, and think that it gives us the you know, the separation on what is typical for Italian cuisine. And you know, with us wanting to attack the halal Italian side, we're super excited for it, and we think we're going to give the people something they haven't had before. So the reason why we chose Italian is we saw a void in the community wanting to have a halal Italian restaurant that where they could enjoy things that they usually can't in most restaurants. And me personally, a lot of my formal cooking experiences within Italian food, I started my career at Cafe Cortina in Farmington Hills. And then when I was in New York going to school there, I was also working at a restaurant called Marea, which is a two Michelin star restaurant serving Italian seafood fare. And I was able to work under a great chef named Jared Gadbaugh. And it's pretty cool because now Jared owns his own Italian restaurant in Detroit, Michigan. And now that I'm opening my own as well, it's a pretty special thing. He, you know, he likes to think of it as part of his legacy, and I would definitely agree. So my personal favorite dish on the menu is our wood-fired branzino with our caper honey emulsion. We actually make a fermented honey that with local honey and local garlic. And we then blend that with capers and different herbs and put it on top of a whole sea bass and fire in the wood oven, and it starts crisping up and it gets really, really tasty. And me personally, that's, you know, that's something if I were to come here and eat at Tiliani, I would not leave before ordering that item. What a day. شو هالنهار, شو هالنهار, شو هالنهار, شو هالنهار, وكل يوم.
اكثر واكثر واكثر واكثر. وحده داي عن جد وحده داي. بس ما رح نخلص هيك دغري على حلو، رح نخلص مع عشا، رح نخلص مع الاصحاب، رح نخلص مع الاحبه، رح نخلص المطعم ما رح تزبط نلتقى فيه او نشوفه الا اليوم وبيسكر اليوم بس تعرفوا، مشان هيك الديكور رح تشوفوا ما في حدا، رح تشوفوا الطاولات فاضيين. شو هالاسم؟ تلياني، ستريت فورورد، تلياني بالانجليزي، اند ذن بالعربي دغري واحد بيعرف تلياني عربي اكيد صح ولا لبناني. انت بتشوفوا fresh pasta, بتعرفوا we're expecting something amazing. تلياني is our dinner of the day, آخر وقفة اليوم النهار الطويل طويل طويل والرائع رائع رائع. اكتشافات بتعقد، نجاحات بتعقد. هتعشى تلياني، بتعرفوا one of my favorite cuisines. إذا حدا بيسأل شو هني my favorite cuisines، عند ثلاثة لبناني number one, تلياني number two and Mexican number three. The real Mexican. ف it's تلياني time. No. طيب؟ Yes. So هذا ترانجال is محل فاتح من ال early 1900s maybe. Okay. He sells over a million cannoli a year. Uh-huh. Just so you know. هيدي اسمها EDC. It's a fried dough. قلب الكنولي cream. Okay. With chocolate chip. Amazing. ناكل سوا؟ Please. أكيد طيبين؟ Yes. بتكل عليك؟ On camera, yes, 100%. عادة you have to warm it up 15 seconds in the microwave, but that's fine. Not bad. Not bad. Again, the best thing is to be warmed up for 15 seconds. طيب ما دايما عنده عزة للزلمة. لا 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 عن جد بقلتها ما I said it before. لأنه ليش الدو بتكون سخنة والكريم من جوا. والله عن جد أهم شيء كلكم شفتوا نحن سهرانين معهم كلهم سوا. حسستونا ونحن ببيتنا بلبنان يعني ولا راح ولا اجى انا احس حالي yes. بلبنان ببيتي ما بدي غير اجيب عيلتي الكنولي تبع المليون بس انت انا عم باكل سكر تمام تاكل حياكل معك نصها هيك دوش انت اول شيء يس رجع الترنجالي رجع على هيدا هذا بيقول لك مش نعباد مش شو نو زت بوش I love your choices of foods. For three. Bas, can I tell you something, guys? Stop telling us things! Good night, see you tomorrow!